تفضلوا استريحوا. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في أول زيارة رسمية له إلى بلده الثاني مصر، متمنياً له إقامة طيبة، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين ووحدة مسيرهما وأهدافهما المشتركة. لقد أجريت اليوم مع فخامة الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية. وفي هذا السياق فقد توافقنا على ما يلي: تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتسجيل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل ومختلف أبعاده، إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكثيف منابع تمويلها. وقد ثمنت في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات بتلك المنطقة. على جانب آخر تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، حيث توافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مصاري باريس وبرلين وبما يعيد لليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها
وسيادتها واستقرارها. من ناحية أخرى، فقد تناولنا قضية الأمن المائي المصري كونه جزءاً من الأمن القومي العربي، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية، وقد ثمن الرئيس تبون من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في ظل الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن، واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي، ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لقد أسعدني لقاءكم اليوم، وأنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين ويلبي تطلعاتها، متمنيا للجزائر الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة، وأجدد ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر. أرحب بك فخامة الرئيس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. فخامة الرئيس وأخي العزيز عبد الفتاح السيسي، اسمح لي أن أعرب مجددا عن سعادتي بتواجدي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة والعزيزة علينا، وأجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد مكنتنا هذه الزيارة من إجراء محادثات حقيقة مثل ما تفضلتم، محادثات ثرية ومثمرة تندرج في سياق تشاور مستمر بيننا، تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الآسيوية. وبالتأكيد فإن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين قد أخذ حيزا من المحادثات، وتطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون الجزائر المصري الإفريقي والجزائر المصري العربي. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة، سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية، والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا، خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب
إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق، التوافق الذي نأمل إليه والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة، وعلى ضرورة إدراك ومجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما ينطوي عليه من أجندات علنية أو خفية هي في الغالب ومع الأسف لا تخدم طموحاتنا المشتركة. وإيمانا وأمالنا في بناء جسور التلاقي والتعاون والتفاهم عربيا وإفريقيا قصد النجاة. شكرا فخامة الرئيس وأخي على حفاوة الاستقبال.